بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما هو التعلم وجها لوجه أو face to face learning؟ التعلم وجها لوجه هو التعلم من خلال التفاعل المرئي المباشر بين المعلم والطالب في نفس الوقت، سواء كان في نفس المكان أو عن بعد. فإذا هو ليس فقط تعليم تقليدي، هو تعليم تقليدي ممكن يكون إذا كان العملية التعليمية أو الوجه لوجه في الفصل خلال الفصل، أو قد يكون افتراضي إذا كان عن طريق الفصول الافتراضية، أو قد يكون مدمج جزء منه يكون عن طريق الفصول الافتراضية وجزء يكون في الفصل في الحرم الجامعي. هذا هو التعليم وتعلم وجها لوجه.